طيب الله أوقاتكم مشاهدي قناة المرابطون في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم ضمن حلقة هذا المساء من برنامج المشهد الانتخابي. موريتانيا تنتخب اليوم في فاتح سبتمبر ضمن الشوط الأول من انتخابات البلدية والتشريعية والجهوية، انتخابات فاتح سبتمبر، انتخابات تشريعية تشهدها البلاد وثالث انتخابات برلمانية تشرف عليها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات. تعتبر هذه الانتخابات هي أول انتخابات بعد إقرار نظام الغرفة الواحدة في البرلمان الموريتانية، تتنافس في الانتخابات على مستوى البلدي 1559 لائحة انتخابية، يصل عدد اللوائح المتنافسة في انتخابات فاتح سبتمبر على مستوى الجهات 161 لائحة. تتنافس في الانتخابات التشريعية 528 لائحة مقاطعية، ويصل عدد اللوائح المتنافسة على مستوى اللائحة الوطنية وحدها 97 لائحة، ويصل عدد لوائح النساء المتنافسة 87 لائحة انتخابية، فيما يصل عدد المسجلين على اللائحة الانتخابية بشكل عام 1,400,463 ناخبا. يشارك في انتخابات فاتح سبتمبر 98 حزبا سياسيا من أصل 105 أحزاب، هي عدد الأحزاب المرخصة في موريتانيا، إذ أن جميع الأحزاب السياسية في الموالاة والمعارضة تشارك في هذه الانتخابات وتتطلع كلها للظفر بأصوات الناخبين خلال هذه الاستحقاقات. يصل عدد المترشحين في استحقاقات فاتح سبتمبر 2018 ل 30,433 مترشحا بشكل عام. يصل عدد مكاتب التصويت 4,035 مكتبا للتصويت على عموم التراب الوطني، أغلقت أبوابها عند الساعة 7 من مساء اليوم، وفي انتظار أن يبدأ فرز النتائج الأولية لهذه الانتخابات. هذا وكانت القوات المسلحة وقوات الأمن صوتت أمس يوما قبل فاتح سبتمبر لتتفرغ لمهامها المتعلقة بتأمين هذه الانتخابات. وفي حال ما سيكون وفي حالة تقرر إجراء جولة ثانية فإنها ستجرى في 5 أغسطس سبتمبر 2018. معي في الاستوديو للتعليق على انتخابات فاتح سبتمبر العميد محمد فاعل العمير، أهلا وسهلا بكم. نذكر أيضا، شكرا العميد على تلبية الدعوة، نذكر المشاهدين الكرام بأننا سنربط الاتصال لاحقا في حال جد جديد فيما يتعلق بالفرز الأولي لمكاتب التصويت على عموم التراب الوطني من خلال الفريق فريق قناة المرابطون المتواجد هذه اللحظات بمقر اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات. بداية العميد، كيف قرأتم نسبة المشاركة في هذه الانتخابات على ضوء تصريح نائب رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات عثمان البيجل أن نسبة المشاركة في الانتخابات وصلت حدود 57% عند الساعة 6 من مساء اليوم مقارنة مع نسب المشاركة خلال الانتخابات الماضية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لي هذا رقم ضعيف بالنسبة للشاهد تانا، لأن الإقبال كان قوي على الأقل في مدينة نواكشوط، وملي حسب الأنباء اللي توصلنا لها من كل بلد كان الإقبال قوي، خاصة أن المعروف أن التسجيل اللي خلق ياسر فيه وتسجل فيه لا حد هم يزرق، ومعناها عن كن أنا بعد نتحرى نسبة مشاركة تعود قريب من 70%. به الإقبال كيف قلت كان قوي، رغم ان فهم انسحابات خلقت، ونعرف عن الدور تاثر على نسبه المشاركه به اللي لها ياسر من الناس مات له، والله بعض منهم مات له مترشح ولا مات له شخصيا مهم عنده مجيبه وتكلفه باللي بتكلفته مجيبه الناس ياك تزرق ولا هي تزرق دور لا تعود خلقت. غير بعد الاقبال اليوم كان قوي، وكانت فيه رواية طارية الحمد لله بالنسبة لي أنا من الوعي اللي خالق اللي عاد خالق، هو أنك قريب فيك ما تشوف على الناس أنها تعرف جاية لك وجاية تعرف من اللي تزرق ذلك واضحة لها نسبة وعي نسبة اللي أنا عنه نوع من الوعي توصلنا له الوعي ملي أخبار الهدوء اللي تبارك الله ساد ويلا ما الدلات تم تتبارك عليه وتحمد المولانا به اللي
مفصول فيه، مفصول يتموا يخلقوا هو الله اللي عنا دور نتكلم عن هذه الانتخابات يميزها كثرة المترشحين. هذا ما كنت ساتحدث عنه. هناك أكثر من ما يقارب 98 حزب سياسي مشارك في هذه الانتخابات، أكثر من 30 مترشح، هناك لوائح متعددة. يعني تعليقا على نسبة المشاركة ونسبة الأحزاب المشاركة بالمقارنة مع المسجلين على اللائحة الانتخابية، وحتى بالمقارنة مع سكان موريتانيا. بالمقارنة مع سكان موريتانيا وخاصة يلا الحقنا نتخموا وعلي عن هي أول درس يلا نستخلصوه من هذه الانتخابات هو ثمن التعددية كانها قاعد ثمنها ساوي والله ما هو ساوي اللي ذا بسوقه هذه الناس وعدلوا لهم لوائح انتخابية وعدلوا لهم اللي محرك لهم كامل مشي مخلصت الدولة ومخلصوا المواطن الموريتاني غير أن درايا كانوا ساوي والله ما هو ساوي اللي هم هذو كاملين هم الأحزاب ما هم أحزاب أكثريتهم ما هم أحزاب بالمفهوم السياسي اللي معروف اللي مؤسسة سياسية موجودة في الواقع عندها موجودة وكام أساسا أشخاص يكروا ويشروا بلايصهم ويكون مواضحة فيهم ولا هي جبروا غير ذلك لا هي تخلق رواية ياسر من الأحزاب ما رشح قاع البلديات وش منهم رشح في بعض البلديات غير قليل منهم اللي هي جبر ديك 1% اللي تضمن له البقاء. تتوقعون مبادرة عشرات الأحزاب؟ يلا أول شيء أول مجلس وزراء يخلق وراء يوم 15 سبتمبر معناه وراء الشوط الثاني هو إلغاء الأحزاب كاملها وأخذ قرار بإلغاء الأحزاب كاملها اللي ما وصلت ليك 1% من البلدية. وهذا يحدده نظام الانتخاب القانون الانتخابي. القانون الانتخاب معروف لحد الآن. وثانيا المسألة الأخرى أن لازم اللي أول جلسة للبرلمان أول دورة للبرلمان ويلا تعود مجابر عليها الموريتاني كامل بأحزابها وتقدر تعود هي الفرصة الأولى ياك نعتوا عن هذه الانتخابات لهم ما بعدهم على أول مرة يلا نشاوروا يلا تشاور الناس كاملة الموريتاني كاملة والفاعلين السياسيين والأطياف السياسية كاملة وينهي آلية تضمن أذن ذي الناس اللي كانت عندها أحزاب ما ترجع لنا بالسهولة اللي كانوا يعدلوا بها الأحزاب إما يعدل قانون جديد يحرك للحد من الأحزاب من تعداد الأحزاب يعود أصعب شوي من كان ياك نعتبروا هاي الرواية اللي احنا فيها مرحلة من مراحل الديمقراطية وتخطى وبين الديمقراطية لابد من الطيب معنى معنى انها تعود ناضجة والنضج فيها اول نضج فيها هو قلة الاحزاب السياسية من اللي احنا نقدر نعود مرحلة ما كان لازمنا نعود ياسرين الاحزاب السياسية ياك جد علينا ان عندنا ديمقراطية وخاصة اني ظاهر لي انا عن كان فيها دور اساسي في المقاطعة هي اللي عدلت ياسر من تشرذم به اللي الاحزاب ما كانوا قائمين بدورهم والله ما كانوا قائمين كاملين بدورهم السياسي الفاعل. بالتالي تتوقعون العميد مغادرة بعض الأحزاب السياسية المشاركة ضمن 98 طبعا على الأقل 50 في من هالدور تمشي دور تمشي بتطبيق القانون هو يلا يطبق القانون منين يطبق القانون يلا يعدل حالا قانون جديد إياك يحد من تعدال إياك صعب شوي تعدال الأحزاب بكل اليوم تعدال حزب ما هو صعيب لكن تعدال جريدة تعدال احنا مولي في مجتمع يلا نفهمونا مجتمع يعدل شنو قالوا لا ديبليكاسيون اخبر هو فوتوكوبي من 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 استنساخ من استنساخ من روايه جديده من ابداع روايه جديده وهذا خليك في كل شيء شوف الصناعه قتلها لا الاستنساخ اللي اللبن ذاك وعدوا عندك عشرات شرايك اللبن وسيمانتريم اللي عادوا عندك سيمان ياسر من مهن ما خالق مجال ينجح في حد والله يشاف عنه تري يشتغل فيه ما عدلوا له ياسر من نسخ استاسيونات فارماسينات ذي كامل جرايد ياك نرجعوا لهم ذي كامل ما خالق شيء ما هو فيه حتى تشور
وحنت على تجمعات لان عندنا سياسه التجمعات القرويه يلا تعدل مدير السياسه. جميل جدا. سيد الرئيس سيد العميد تحدث بعض الرؤساء الاحزاب السياسيه عن اختلالات طالت العمليه الانتخابيه اليوم، خصوصا فيما يتعلق بقاعده البيانات الخاصه بالناخبين، ان هناك ناخبين لم يجدوا مكاتب تصويتهم، وهذا ربما ارجعته بعض التصريحات التي تحصلنا عليها المرابطون ان اللجنه قرار اللجنه القاضي بان كل مكتب تصويت يجب ان تكون فيه 500 مصوت لا اكثر، ربما هذا جعل البعض ينتقل الى هذا التفسير اعطيته لي تارك، انا ما كان عندي هذا، تحصلت عليه ميدانيا خلال التغطيه اليوم. هناك صناديق لم تصل لمكاتبها حتى الساعه، يقول بعض رؤساء الاحزاب السياسيه حتى ساعات من زوال اليوم. هذه وصفها البعض بأنها اختلالات وخروقات طالت هذه العملية، كيف تعلقون عليها؟ بالنسبة لي عادي أن يخلقوا خروقات وعادي أن يخلقوا اختلالات. لماذا؟ غير يلا انتموا سموهم لا اختلالات وخروقات. أنا ما عادي عندي عن سياسي موريتاني يتكلم عن التزوير في انتخابات والتزوير الله اللي عنه ما تريد يقدر صح في الانتخابات في موريتانيا، لان مع بطاقه التعريف الجديد ومع البيومتري هذا اللي نظام البيومتري الناخب اللي بيومتريه وحضور ممثلين وذاك ترى لابد من يتموا دائما يتخموا لانه تراكمات وخارج شيء يوقد من قاموسنا، يلا نعود عارفين عنه ما تلف قاموسنا اللي هو كلمة التزوير، ما الله تين نديروها في القاموس يغير نتكلموا عن اختلالات. أنا من الناس اللي ماسي عن هاي اللجنة الانتخابية لأنها جاية من بعيد، جاية من بعيد. لماذا؟ أولا لأنها شكلت بصفة ما فيها الطيف السياسي كامل. ثانيا تشكيلها شخصيا أنا ضد يمو بيلي حزبية، وأنا ظاهر لي عن لجنة انتخابية حزبية ما تصلح البلد كيف بلدنا بيلي أرواقيشها لا يعودوا أطمع ليهم أحزابهم من المؤسسة وأوامر أحزابهم من المؤسسة من الهيئة مثلاً أطمع ليهم بعض مشاكل لديهم حمية الحزبية طبعاً بهم اللي هم معينينهم أحزابهم وخاصة أن كيف نقالي ساعة لأن مدي في ياسر من العلاقة كاع اللي تعي تعود ما هي حزبية وحدها تعي تعود أهلية وتعي تعود شي ذاك نبتو عدل عن ذيك اللجنة أصلا خرقت ما قاع عندها الثقة التامة ولا طشة منها منين جات مدي حاست وبلات والله زاد قلعت الناس كامل اللي كانت تفهم عندها خبرة وهمها عنها تقبل لا شيء جديد وإذا كان الوقت في الوقت في الوقت اللي رئيسها مريض طموا لان الحمد لله في الوقت اللي ما طولوا بعض الناس فهموا ان الرئيس ما يقدر يتنفهم وبدلوا جا رئيس غير جا رئيس سياسي رئيس سياسي معناها له عالج معالجه سياسيه ما من المفروض عن الناس اللي معاه اللي هم الحكماء اللي معاه العشراء اللي معاه انهم يعودوا في نفس الدرجه من 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 الاستعداد لياك يخسروا ذوك الصفقات كاملين اللي فاتوا عدلوا ولياك ينقبوا مدى جدد بدل من ذوك الناس اللي فهمش من الناس ما يلا كان ينقبل مدى اخبر منه واخبر منه في اكثر عندي انا لا سني اللي هي اللجنه بعدها ما عادت جاهزه للتنظيم تعدل شغلتها كنت نتحرى منها اكثر من الخروقات واكثر من الروايات اللي ما هي عاديه من الفشل في اخبار تجهيز المكاتب اليوم اخرج فيه لا شيء من روايات السحاب تقطع طريقات هاي اللي قلت المكاتب. المكاتب انا من نفسي طيب ساعتين اللي هو مكتبي عدلت رنق ثلاث مرات الرق الرابع هو اللي عاد امام المكتب. خمس صناديق لاقتراح امام الناخبين العميد جعل الكثيرين يصف العمليه بالمعقده وانتم صوتتم اليوم
أو هي أكثر عملية انتخابية تعقيدا في تاريخ العمليات الانتخابية في موريتانيا، هل تتوقعون نسبة أصوات لاغية مرتفعة والوضع هكذا؟ لازم تكون مرتفعة، والمشكلة قاعد عندي أنا أنها هي الدور اللاجئ يفوقش من الأحزاب نسبة الأصوات اللاغية. نسبة الأصوات اللاغية يعني لا ننسى عنها، لأنه في الانتخابات الرئاسية الماضية والله الانتخابات البلدية 2013 قريب من 30,000 كانت، معناها كانت فوقش من الأحزاب، رغم عدم مشاركة بعض الأحزاب السياسية أنا ذاك في طبعا يغير كانت البطاقات اللاغية مرتفعة مرتفعة حتى ودائما ترتفع غير هذه فعلا عملية معقدة لأنها أخمس اقتراعات في بلد غير ملي فيها مشكلة بعد طرحت لي أنا شخصيا هي للوان ما احنا قاعد عندنا مشكلة ليست قوية اللون. احنا أخضر نقول هالشي كامل اللي عليهم الأخضر والأزرق نقوله الأخضر غير عندهم هما في صحته انا بعدني خسرت تصويته طبعا كان ما نصقري واحد من الممثلين اللوائح كنت له هنا قطعنا عني نخطا يكون لديك صوت لاغ اللون اللي شفته ما هو لون قبال اذا تتوقع ما نعرف يكانوا كسل من والله الوقت اللي جعل كانت اسهل يعود مقاطع الصناديق كيف الالوان ما هو ما يعود مثلا شفت تشوف في الليله في التلفزه تشوف في ولايه ياسر من المقاطع خضر وياسر من المقاطع زرق وشي منهم اصفر راه اللي انا عنهم اصلا كان معدل عن المقاطع لا يعودوا صفر والله زاد شن قال لهم اللي وردي للنساء ازرق لكذا كان يقدروا يعود مواجه رغم ذلك بعد كله مديور عليه طاقته جميل كله تقدر اذا تتوقعون نسبه اصوات لاغيه اكبر من ربما النسبه التي ستحصل عليها بعض الاحزاب السياسيه المشاركه في اللوائح خاصه في المدن الكبرى لماذا في الداخل ما اكثر عندي انا؟ لاني ظاهر اللي عن الداخل اهله لا يعتنوا اكثر بالمجالس المحليه وبالبلديات وبالنيابيات المحليه اكثر من اللوائح الوطنيه. بالتالي ياتي الناخب مهيئ لان يصوت على يصوت الاخر ما هو يورط. جميل. اللي هم اللوائح الوطنيه واعلى عليهم يورطوهم اللي هم اللي بالتالي ستتراجع نسبه التصويت بالنسبه للوائح الوطنيه. غير اللي تعود نسبه التصويت في اللوائح الوطنيه قاضة وتعود اكبر. نسبه التصويت في المجالس الجهويه مرتفعه بالمقابل. المعارضه وحسب تصريحات بعض رؤسائها ايضا أبدت مخاوف من تزوير نتائج هذه الانتخابات رغم تطمينات اللجنة المستقلة للانتخابات، وأنتم قلتم عن لجنة أنها لم تكن جاهزة بالدرجة الأولى ربما لتنظيم هذا الاقتراع أو لم تتسنى لها الفرصة من خلال هي ما أنها لم تكن السنة. جاهزة هي ما نعطى لها الوقت ولا وملي خلقوا فيها مشاكل عدلوا عنها مسوا جاهزية تغيير الرئيس للكريتما لقبيل الناس الجدد كتاب الناس الجدد وقل عدم مثلا خلقوا فم تكوين غير التكوين ما هو كان نهارين اللي عنه وش نبتو غير كيف قلت لكم انا كريمة التزوير نختار اللي انا قل من قاموسنا بيه اللي التزوير تنقال شيء وعشناه والله اللي انا عن آليات اللي تحكم عنه موجودة لا خلق تزوير معناها ان حد معناها ان مشاركين فيه معناها ان خلينا له الطريق هذا نعود عارفين جميل لا خلق تزوير معناها غير خروقات اختلالات وترقى الى شيء ما يصبر ترقى الى شيء ما يصبر اللي منين تعود ممثلين الاحزاب ما عندهم دي كوبي نسخ من محاضر من المحاضر يا خلل على عطيهم القانون ما يجي حد يبالهم به منين يعود مو ما بين يكتبوا تحفظاتهم على هذا خلل اللي عاطين يوقعوا محضر النتائج لا هم يقدوا ما يوقعوا ما لابد من توقيع هم غير يقدوا لا هم عندهم الحق يديروا تحفظاتهم جميل جدا ولا يجد حد يبالهم بهم العميد هناك احزاب سياسيه يراها مراقبين ربما تتصدر
نتائج انتخابات فاتح سبتمبر، لو أعطيتنا توقع بنسبة المشاركة النهائية، وتوقع أيضا بالنسب التي ربما تتحصل عليها بعض الأحزاب السياسية كحزب الاتحاد والجمهورية وحزب اتحاد قوى التقدم وغيره من الأحزاب. شفت لأنه جاوبك في شيء قد يقول للناس أنه لغة خشبية وأنه نوع من الدماغوجية، غير هو قناعتي. أنا قناعتي على الشعب الموريتاني لأنه ما هو في الدرجة اللي من البساطة ولا من قلة العقل ولا من قلة أسد الديمقراطية اللي دايرين فيه النخبة السياسية. يظهر لي أنا على ينجح لك اللي الله ينجح، ويدور ودلال الأحزاب الكبار مثل الأحزاب اللي تقليدية المعروفة اللي لا ينجح نجحوا للأحزاب الصغار لا أقلية لها أدو، ولا أدو الأشخاص عندهم لا ينجحوا فيهم أشخاص عندهم تاريخ سياسي، عندهم كفاءات معترف لهم بها على المستوى الوطني، يغير اساسا الاحزاب الكبار. يكاد ذاك لا يعود فوق ذاك والله. ذاك اولا انا من نفسي لا تكلمت لك عنه غالب، ما درت راسي في روايه ما اعدلها. يغير قايل لك اني قناعتي انا شخصيا عن ذا الشعب له لا يزرق ولا ينجح الا الناس اللي الله تنجح. ما هو الناس ما يلا صوت ما هو يلا ينجح يجي ساكن البرلمان لا يجي لا بالعكسيدان لا 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 له ودته معه لشازبة. العميد نتائج هذه الانتخابات يتحدث البعض بأنها ستكون حاسمة فيما يتعلق بالخارطة السياسية لما قبل 2019، أي نهاية مأمورية رئيس الجمهورية الحالي سيد محمد عبد العزيز، في الوقت الذي هناك خرجة لرئيس الجمهورية تحدث فيها عن أغلبية مريحة في البرلمان. هناك ربط ربما لدى البعض بأن الأغلبية المريحة في البرلمان بالنسبة للحزب الحاكم ستمكنه من تعديل المواد المتعلقة بالمأموريات الرئاسية. كيف تعلقون على شفت ما له العلاقة إليه؟ لين يقول لك قناعتي أنا شخصيا ودائما نقولها. شفت قضية المأمورية الثالثة واحدة فيها الناس وهي اللورة الحقيقة هذه اللي نقول لك بعد بالنسبة لي أنا هي ما في محط ضد المأمورية الثالثة. اللهم إلى عاد الرئيس محمد بن عبد العزيز هو قوموا الحقيقيين معي قوموا اللي ما في محد آخر هو من نفسه ما هم عدل اللي يقول ما هم عدلوا تحضى ولا هو مطالب منه ولا لابد لهم يقولوا غير ما سوى أنه محترم به الدستور وقايله وعنه خيار أنه هو لياك يقدم للبلد ويقدم ديمقراطيته يغير ما مع حد آخر به. لماذا؟ لأنك المعارضة إذا قبلتها راني ماني مولادات مسلتين نرجع لها معارضة ما قد حضرت ل 2019 أحسن مخرج لها. وفي الشق الأول من سؤالك طرحت على تشكيلة جديدة والسياسة والمنظر السياسي والله خارطة سياسية هي فعلا لا تخليك هذا السياسيين جايين ما قارجهم شيء على اللي كانوا هون بهم اللي مدخرة وهذا كافيك إلى خلط في اليوم في الانتخابات تشوف الناس وشد أخبارها والمترشحين أيضا إلى رجعت لهم كثرت فيهم الشباب اللي ما قارجوا شيء للسياسة ما عادوا تاريخ سياسي وعجلتهم اللي عجل الدوران معناها ما فهم حد محضر له ما فهم حد حضر له أصلا به اللي تموا متباركين مع المقاطعة ومنهم بعد طيف واسع قاطع 2013 منذ خمس سنوات والناس ما فهم تحضر لها ولذلك ما فهم مرشح له قوة في المعارضة وأحسن مخرج له أحسن رواية تخلق له هو على ذا الراجل يعدل الخطأ والله ينجر الخطأ والله ينجر يعدل شي ما يلا عدل غير هو حسب القال ولا فهم رواية جر أنك ما أنك تشك في القال وكروا هذا القال في هذه الحملة الانتخابية حملة انتخابية وهو عارف هو يترك في إطار الحملة الانتخابية طبعا وفاهم هو أن الحزب اللي هو ذراعه السياسي وقالها
لانه في حاله ارتباك به اللي خياراته ما هي صالحه وبين اللي اهله متضايقين بيناتهم وكان لازم له هو يقض وعادي. الناس اللي يقول لك انه ما عادي هو عادي الديمقراطيات كاملين وعادي عنه يوقف مع حزبه. بالنسبه لي انا 2019 لا تعود مفصليه غير فعلا تاسسها 2018. وهذا دائما انت حقا النقاط قلت لك مقابله سابقه عن اللي اسس 2019 الله يخلق 2018 ما هو شوخه بقيناها كرهناها فعلا هم يدوروا الاغلبيه المريحه ظاهر لي انه ليلته دي في في المقابله اللي مؤتمر صحفي والله زاد انا ما اقول مؤتمر صحفي به اللي كانت اكثر هو دردشه اكثر هو به اللي اريحيه باط فيه حدد قبال فلسفته هو في الحكم وكان واضح فيها ويغير ما فهم حد له يقبض فلسفة الحكم ويكتبها ويقوم يحاول يناقشها قاع. لماذا؟ بيلي كيف قلت لك ما مع حد اللي وعدين ما مع حد بيلي لا بين الناس اللي ما هي محضرة له شيء والله الناس قاع اللي داخلك ما فهم الهبلد اللي ما فهم كفاءات ولا فهم روايات ايش على ولا دليلهم ولا نافات عاتهم وشبه الهلال الخالق راك هو اللي يتم فيه هو اللي تتم فيه في الصفوف الاماميه الى ما ما تعود في الصفوف الاماميه. انطلاقا ما ذكرته بايجاز العمد لان الوقت بدا ينفذ يعني وسط الخلافات الداخليه في الاغلبيه ما جعل الرئيس ربما يشارك في حمله حزبه وهو الرئيس المؤسس للحزب. هل تتوقعون أغلبية مريحة لحزب اتحاد الجمهورية؟ ما أغلبية مريحة؟ أغلبية مريحة أغلبية ما 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 لا بد له قاع من أغلبية مريحة كحزب. الأغلبية الناس اللي دعمته يمكن اللي أنت عندك تقريبا قريب من 50 حزب بالنسبة لي أنا لا يتحد لأسباب اللي قلت لك. هاي 50 حزب فيها قطع 10 على الأقل 10 لا يعودوا نشحوا لهم نواب ثلاث نواب أربع نواب هذا النواب اللي نشحوا له لا هي يبقوا يخطروا هما في قيسوا الحزب اللي يبقوا ما فيهم حد جاي من المعارضه كاملين جايين من حزب الاتحاد من رئيس الجمهوريه هو اللي يمارسوا الحزب الاتحاد الجمهوريه ما لا عندك ذي لا زدتوا على الرصيد اللي عنده هو اللي فات جبه درته قد يحقق الاغلبيه. شكرا جزيلا لكم العميد محمد فالو العمير كنتم معنا للتعليق على توقعات ومسار انتخابات فاتح سبتمبر. شكرا جزيلا على تلبية الدعوة. نذكر دائما بأننا سنربط الاتصال بالزملاء في مقر اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في حال جدة جديد فيما يتعلق بالفرز فرز نتائج هذه الانتخابات وسهرتنا الانتخابية مستمرة بحول الله. يلتقيكم بعد قليل بحول الله زميل محمد حميدو كانتي. دمتم في حفظ الله وأماني.